ما هو شائع ان اللي تنط من على السرير عشان تسقط، او ركبت قطر، او العربيه نزلت في مطب، او السفر بالطياره، او نزول البحر، او شربت قرف، معلومات مبنيه على تصورات وتخيلات لا علاقه لها بالطب ولا بالصحه. فنقدر نقول ان الحمل السليم ما فيش حاجه بتقدر تنزله. الحمل السليم هو نتج من بويضه سليمه وحيوان منوي سليم في رحم سليم.